دلوقتي هاخدكم في عالم فريد جدا من نوعه، عالم نباتات الزينة. نباتات الزينة يا جماعة مش مجرد مشتل بيبيع شجرة ولا شجرتين، نباتات الزينة سهل جدا تتحول لصناعة كبيرة جدا في مصر، وده اللي حصل في صوبة مساحتها 28 فدان في المنصورية. هناك 250 مهندس وعامل، ال 200 مهندس وال 50 عامل بيشتغلوا في إنتاج نباتات الزينة الداخلية والخارجية، وفرص مصر التصديرية واعدة جدا في نباتات الزينة لكل الدول العربية والأوروبية. خليكم معنا عشان تشوفوا واحدة من أعظم صوب إنتاج نباتات الزينة في مصر. يلا بينا على المنصورية. الزراعة في العالم كله بقت صناعة، حتى في نباتات الزينة. المزرعة دي واحدة من أشهر مزارع نباتات الزينة في الشرق الأوسط، مكانها على طريق المنصورية، ونشأت في البداية بشراكة مصرية هولندية، ورغم أن مساحتها 28 فدان بس يشتغل فيها حالياً 280 مهندس وعامل، وبتنتج سنوياً الملايين من نباتات الزينة سواء للسوق المحلي أو التصدير. المهندس عادل عبدو مدير عام المزرعة حكينا أن عمرها حوالي 33 سنة، وهي عبارة عن جزئين، نباتات داخلية ونباتات خارجية، وكل جزء مقسم لثلاث أقسام. الأول أمهات النباتات، ودي كلها أصول من جميع قارات العالم، والتاني الإقصار، وده قسم بياخدوا فيه عقل من الأمهات ويعملوا لها جذور. أما القسم الثالث فهو التربية، وبيعملوا فيه عقل بجذور لكل صنف من النباتات، وبعدها بتكون جاهزة للتسويق. الدعوة لزيارة المشروع جات لفريق جدعان من الدكتور عادل غندور، الخبير الزراعي الكبير والمسؤول عن إدارة المشروع واختيار نباتات الزينة النادرة من جميع أنحاء العالم وتربيتها في مصر. وكان الهدف أن يورينا إزاي أن الإنتاجية في المشروع بتتحسب بالمتر مش بالفدان، يعني كل متر عليه كام زرعة وبيتروي ويتسمد بكام وبيجيب كام، وهي دي الزراعة الحديثة. دكتور عادل غندور واحد من أهم خبراء الزراعة في مصر، واحد من أهم خبراء الزراعة في الوطن العربي، آراءه دايما سديدة. هو اللي دعانا لزيارة المصنع اللي احنا واقفين فيه ده عشان يورينا ازاي ممكن من مساحة صغيرة جدا نشغل، قلت لي كم مهندس؟ المزرعة هنا اساسا حوالي 28 فدان، في عندنا حوالي 80 مهندس و200 عامل بيشتغلوا في هذا المكان. خلاف بقى الناس اللي شغالة في التسويق والناس اللي بيتعاملوا معانا ويجوا يشتروا زرع، يعني عاملة موضوع اقتصادية كاملة متكاملة. حجم فرص العمل ده في 22 فدان في خسائر ولا في مكسب ومحققين ومغطين نفسنا وزي الفل؟ الحمد لله، بالنسبة لنا بالنسبة للمستثمر فهي مجزية، بالنسبة للمهندسين إلى حد ما يعني ماشيين وراضيين، بالنسبة طبعا لأنها بتحقق مكسب، الحمد لله بتحقق مكسب. أسألك سؤال من خبرة الدكتور عادل غندور الكبيرة، دايما عارف ان انت دايما مهموم بالقطاع الزراعي، او ينفع نطلق مشروع لمشاتل للشباب ويبقى عندهم الخبرة؟ الموضوع سهل ان يبقى في شاب شغال عنده مشتل وشغال وبينتج وبيكسب؟ هو على فكرة بالنسبة للشباب احنا يمكن دلوقتي حضرتك تعتبر في مزرعة واحد من كبار المنتجين، هي مساحة مش كبيرة 28 فدان بس بالنسبة للزينة تعتبر مساحة كبيرة، إنما يمكن أكتر من 85 في إنتاج نباتات الزينة في مصر في القناطر والنوفية وحوالين القاهرة في مشاتل. بعدين كنا إحنا الجانب الهولندي كان بيحاول يساعدنا، كنا طلبنا منهم يكونوا اتحاد من صغار الزراع، واحنا كمزارعين كبار ممكن نساعدهم في التسويق، يعني احنا لما بيجينا طلبات تصدير بنطلع للناس برضو في حاجات انتاجنا، وفي حاجات احيانا بتبقى اكتر من انتاجنا بناخد من المشات المحليه. اسالك سؤال يا دكتور، مصر ليها فرص واعده في تصدير النباتات الزينه سواء لاوروبا او الدول العربيه؟ مؤكد يعني، بس اساسا الدول العربيه عندها مشاكل عماله، العماله غاليه ومشاكل الميه،
وفي نفس الوقت ابتدأت كلها جالها بترول وجالها غاز وخلافه، فابتدوا يعني احنا من اكبر البلاد اللي احنا بنصدر لها نباتات زينة قطر، الاردن بتاخد وتبيع، ومش احنا بس، في دول زي سوريا بتنتج، انما مستقبلنا احنا كبير لان احنا فرصنا المنتج عندنا اتحسن، احنا بدينا الشغل بتاعنا هنا بنوها ومن هولندا، والحمد لله زي ما حضرتك شايف المنتج نفسه الجو. بندور على عماله برضو، بندور احنا نوفر فرص عماله كتير. بالظبط كده. مش مهندس انا شايف وراكي حاجه كده والله قلقان منها، ايه اللي نازل من الاسريه دي؟ ده نوع فجير اسمه فجير رابت فود. اسمه ايه؟ رابت فود. يعني اقدام الارنب. شاي يشبع ده من الحاجات الجميله جدا. جميله جدا يا باشمهندس، ده مرعب. لا دي حاجات جميله جدا، ودي من الاصناف الجديده يعني. مظبوط. انا لو قاعد في بيتي ودي قدامي احس ان عنكبوت خارج منها. لا متهيألك عنكبوت ولا مش عنكبوت؟ متهيألك شكلها جميل جدا، ودي تكسرها سهل قوي، ودي احنا شغلنا، احنا ده اللي احنا بننتجه وبنكتر. دي جذور منها، دي جذور المفروض. ده الساق بتاعها. امال ده ايه ده؟ ده الورق. ودي عليها اقبال في مصر هنا دي؟ هي عليها اقبال، بس هي من نوع البطيء، بطيء في النمو، عشان كده بتاخد وقت معايا كبير جدا على ما اكتر منها. بطيء في النمو. بطيئه جدا. بس الشغلانه دي عايزه صبر. هي عايزه، مش صبر، هي عايزه ان انت تكون بتحب الشغلانه دي ومزاجك فيها، مش حكايه صبر. ما ممكن تصبر بس مالكش مزاج ليها. انت خريجه زراعه صح؟ شغلك ايه؟ بساتين. شغلتك؟ شغلتي. بقالي كم سنه هنا؟ انا بقالي 27 سنه. عندك كم ولد وبنت هنا بيشتغلوا معاك؟ انا معايا كتير جدا، ربنا اجيال. احنا اول ما المشتل جه كنا لسه احنا بننشئ، يعني اول ما جينا كان لسه المشتل بيتفتح جديد، بقاله حوالي 4-5 سنين. شايفين المهندسه دي؟ مسمينها في المزرعه ذات الاصابع الخضراء، مسؤوله عن الاكسار للنباتات الداخليه، وبايديها يوميا بتنتج آلاف الشتلات. دكتور عادل سميكي صاحبة الأصابع الخضراء. ميرسي لزوق، طبعا هو أبونا وهو اللي معلمنا هنا كل حاجة طبعا، وفضل ربنا ثم فضله استمرار المكان وتعليمه لينا واستمراره في التعليم لينا. انت هنا دي صوبة الإكسار صح كده؟ طب قولي انت هنا بتنتجي كام بقى شتلة، كام زرعة؟ عرفيني كده مجهودك عامل ازاي هنا؟ احنا بننتج ملايين كتير، يعتبر المشتل هنا من اكبر المشات اللي تعتبر في الشرق الاوسط في الانتاج، لان احنا متميزين، انتاجنا مستمر شتاء وصيف وطول السنة، عشان فيه هيتنج، فيه تدفية هنا طول السنة، وفيه تبريد بيبقى موجود في الصيف برضو، يعني في الشتاء بيبقى فيه تبريد وفي الصيف بيبقى فيه كولينج تبريد، فبيبقى فيه استمرارية في الانتاج طول السنة. هنا كده دكتور احنا في الخارجي صح كده، الحاجات اللي هي الخارجيه، واهم حاجه هو نبات الجهنميه، اشهر حاجه بتتعمل في كل الكومباوند والبيوت في الحدائق صح كده. بالظبط، عشان اولا حاجات كتيره لون ظهرتها وتنوع اشكالها، يعني لو حضرتك بتلاحظ في اصناف هنا الورقه بتاعتها مبرقشه وظهرتها صفرة، في اصناف كانت بتطلع نوعين من الالوان، في مجموعات الأحمر والبمبا والأصفر والأبيض والبرتقاني، كل دي مجموعات. كان في مصر فيه 3 أنواع، كان زمان واحدة اسمها ميسبط كان الإنجليز جابوها. أنا بحس إن أنا في كذا نوع واحدة يستفاد. فأنا رحت لأكبر مشتل في أمريكا متخصص في جهنمية، كان جبنا منه أكتر من حوالي 37 نوع تختلف، يعني في احمر تلاقي حضرتك دخلتهم مصر؟ دخلناهم مصر، وهم اللي انتشروا دلوقتي في جميع المشات اللي موجوده في مصر. ده انا جبت من هولندا مره 150 نوع، بس للاسف ما نجحش منهم غير 7-8. دلوقتي بنجيب كل سنه نباتات من جنوب فرنسا لان ظروفها قريبه، وجبنا حاجات من ايطاليا برضو، في نبات بنكتر منه اللي هو الصمغ العربي، ده من السودان اللي هو يسموه الهشب، بس بيبقى النخيل بقى اللي هناك. ده متهيألي أغلى حاجة عندكم صح؟ السيكاس مش أغلى، لا في حاجات أغلى. السيكاس حضرتك ده من نباتات أول ما ابتدينا نشتغل كان ثمنه غالي جدا، ابتدت جميع المشات البلدي تشتغل فيه، ما عادش القيمة زي زمان، يعني كان زمان الواحدة تتباع ب 30,000 و40,000 وحاجات كده. وإيه الجديد بقى الأصناف اللي حضرتك جايبها ولسه بنجرب فيها؟ لا، في أصناف كونيفرز اللي هي المخروطيات جبناها من جنوب فرنسا وبرضه طلعنا منها زرع وبتتباع، وفي لا في حاجات كتيره خالص، يعني قصدي حضرتك اصلا اما نعد حضرتك شفت مثلا الصوبه الكبيره فيها كروتون
الكروتون ده حوالي 5-6 اصناف ديفنباخيا كذا صنف، فهي حتى الداخلي اصناف منه كتيره جدا. وكل سنه ده زي الموضه بتاعه الستات، كل سنه في اصناف جديده بتطلع وبنحاول نجيب الجديد ده. احنا في مصنع هنا النباتات الزينه تحولت الى صناعه كبيره جدا في المزرعه اللي احنا فيها دي، 28 فدان. قلنا حجم صادراتها قد ايه، حجم عملتها قد ايه، حجم انتاجها قد ايه. شيء نتمنى بجد ان يبقى في نماذج زي دي كتير. فكره ان احنا يبقى في شباب شغالين عليها لازم يكونوا متدربين كويس جدا، لانها اعتقد خسارتها هتبقى قويه قوي يا دكتور. يعني يا اما تبقى تمتلك الخبره وزمام ونصيحه الامور، والا هتكون الخساره شديده جدا، لان فعلا بنيه اساسيه هنا داخل 28 فدان كتير جدا. كل حاجة قايمة على العلم بتنجح. زي ما شفنا صوبة نجحت، وإنتاج باسم مصر بيصدر لكل دول العالم نباتات زينة. وهذه الصوبة أصحابها هو الدكتور عادل غندور، يبحث دائما عن نباتات الزينة في العالم لإنتاجها في مصر وتصديرها لكل أسواق العالم. وعشان كده أنا مصر إن احنا سوقنا المصري واعد جدا للتصدير. خليكم معانا فاصل وهنرجع لكم تاني.